خير. مين قال انه كافة ميزان العلم ما بتتسع للحياة بتفاصيلها الدقيقة؟ للموت بأبعاده وأطيافه المتعددة، وللجمال بميادينه الواسعة. بزمن ارتفعت فيه أسعار كل شيء وقيمة كل شيء إلا الإنسان والإنسانية، وصارت الرعاية الطبية بتنظر للمريض كمرض، وصار التوجه للعلاج للمستشفيات بكلف ثروة، وكتير من الأحيان عم بكلف حياة كمان. كان لابد لجيت اوف لبنان أنه تنور دربكن وتاخد بإيدكن لتعرفكن على موسوعة بشرية. اتقن طب الأسرة فأبدع فيه، دخل مجال الطب الشرعي فأضحى ملك على عرشه ليرجع ويشوف سبل وحلول لمشاكل ما عادت سنوية بمجتمعاتنا مثل السمنة. أما الجمال فكان له الحس الفارس باجتهاداته. معنا اليوم الدكتور سامي قواس. دكتور مساء الخير. مساء الخير. دكتور اليوم مع مواضيعنا متعددة، أبرزها رح يكون طب الأسرة اللي هو مجال قديم جديد. بس قبل ما نتطرق لأي موضوع حابة شوي تعرفنا عن حالك، عن اهتماماتك بعيدا عن الرداء الأبيض. أوكي. أنا فينا نقول إنه عندي أم أجنبية من التبعية السويدية، والوالد طبعا لبناني رئيس محكمة سابق بلبنان. ومن أنا وصغير حبيت طبعا موضوع اللي بتتعلق بالطب من وقت ما كان عمري 6 سنين، وركبت دراسي لحد الآن الحمد لله. بس بنفس الوقت كنت كتير مهتم بالموسيقى، وكنت بيانو، وكنت حب سبور كتير، لعب تنس واسبح وعمل كل أنواع رياضة البحر طبعا والتسلج، هذا بشكل إنه برات الطب. عظيم. لكن الشغف للطب ولهذا المجال كان شيء بالوراثة ومن الطفولة. دكتور سامي فيك تخبرنا أكثر عن مفهوم طب الأسرة؟ طب الأسرة هي اسمها بالإنجليزي Family Medicine أو Family Practitioner، هو آخر اختصاص خلق بأمريكا ب 1969. طبعا وصلت على الجامعة الأمريكية بال 79 كآخر اختصاص نيوبورن يعني. وهي هي طب عام باختصاص إذا بدنا نبسطها. طبعا طب العام هو جنرال ميديسن اللي هو الام دي ميديكال ديجري، اللي هو كل حكيم أو كل طبيب مفروض يخلص 7 سنين ويأخذ هالشهادة. بعدين يلي بيحب يكفي ويكمل بيفوت بمجالات طبعا طب الداخلي او طب الاسره او طب العائله، اللي هي الاختصاص 3 سنين اختصاص بعد السنه انترنشيب او التدريب يعني بالمستشفى، يعني 4 سنين كله على بعضه، وبيتخصص بياخذ ساعتها لقب الاختصاصي. وهو طبعا هذا الطب تميز عن الطب العام لانه اولا الايام تقدمت وصار في كثير اكتشافات، وصار في الطب بالذات صار منه هين واحد يحكي فيه بالهامش، بده يفوت فعلا بتخصصاته وبعمقه وتفاصيل دقيقه. فبالتالي عملوا هالاختصاص بامريكا وفي له اسباب. اوكي دكتور، شو هي ابرز مهمات طبيب الاسره ان كان فيزيائيا نفسيا او اجتماعيا، او شو هي ابرز المبادئ اللي بتتحكم بعملكم بممارستكم لهيدا المجال؟ الطبيب العائلي بيهمه الانسان كانسان، ما بده يشوف الانسان كجزء. طبعا طب العام كمان، ولكن طب العام بيضل اكثر بالاشياء العامه، بينما طبيب العائلة بيفوت بالتفاصيل إن كان مثل ما قلنا بيولوجي اللي علاقة بالأمراض والباثولوجيا والآخرية، أو إذا كان طبعا مثل ما حضرتك تفضلتي نفسي، وفي هذا أمر كتير واسع وشاسع بعتقد بياخد مجال كتير كبير بعملنا. كتير أمراض إلى أسباب نفسية قبل ما تكون أسباب عضوية. وطبعا هالاشياء هي بترتد بالاجتماع بالمجتمع وبالاجتماعيات بالشغل وبالعمل. اذا كان انسان منه مبسوط لسبب ما، ان كان باثولوجي او نفسي، هذه بتنعكس نفسيا او عمليا بالوضع العمل او حتى بالمدرسه، فكمان هالشيء ناخذه بعين الاعتبار. وطبعا العيله، يعني اذا كان الانسان منه مبسوط بعائلته في سبب معين، ممكن هالشيء تتعالج
إذا كان في قبول طبعاً للعلاج وحضروا أبناء العائلة وحكينا فيها بالتفاصيل اللازمة. يعني دكتور حضرتكم بهذا الاختصاص بتركزوا على الإنسان كفول باكج، مش كمرض، مش كوجع معين، بتاخذوا الإنسان ككل، العوامل النفسية، البيولوجية، الفيزيائية وحتى الاجتماعية اللي بتأثر فيه. طب دكتور، هيك مجال كتير مهم بالصحة وبالرعاية النفسية قبل الاجتماعية وقبل أي شيء تاني، عم بتلاقي نجاح بالمجتمع اللبناني وبالمجتمعات العربية؟ شو وضع الحالة؟ أنا تخصصت بالجامعة الأمريكية، أخذت أول اختصاص، تخصصت بالسويد بلد الوالدة كمان للمرة الثانية بهالمجال يلي هن كمان بيعطوه أهمية كتير كتير كبيرة مثل ما الأمريكان عطوها لهالمجال. فينا نقول إنه أصعب مهنة هي إنه واحد يكون طبيب عائلي بالسويد مثلا، وأنا كان لي حظ إني أكون بيناتهم وأشتغل بمجالاتهم. كل الطب بتدور حوالي الطب العائلي، يعني في شيء اسمه برايمري كير يونت او الرعايه الصحه الاوليه، يلي هو كل انسان مين ما كان يكون، من كان كبير او صغير، من كان رئيس وزاره او ابنه او الى اخره، لابسط عامل بفوت بهالسنتر هذا. وطبعا الطبيب العائلي بيكون عنده ملف كبير طويل ومليان معلومات من هو صغير لحتى شامل. فهذا من جهه، من جهتها بتساعد كثير، لانه ما دام يكون الطبيب عم يسال سؤالات كثير ليتعرف على اذا بدك التاريخ الطبي للشخص هذا كله موجود اصلا فايت بالكمبيوتر، وبيقدر واحد دغري يفوت على صلب الموضوع بدون ما يغلط بامور اخرى اللي هي ما كانت معروفه لو ما وارده بالفايل عنده. ف ما غلطوا الامريكان والاوروبيين لما حطوا مصاري وحطوا اذا بدك تقلهم على هالاختصاص وعطون الدور الاول اذا بدك عالميا، وقالوا انه 90% من الشغل لازم تكون بين ايدينا، يعني احنا نقدر نشخص ونقدر نعطي العلاج وبدون ما يكون في اختصاصي فرعي بالموضوع. 10% من الحالات طبعا بتكون حالات صعبه معرفه، مثلا واحد اذا عنده وجع بالبطن طلع عنده زايده، اما شغلتي في جراح بتحول عن طبيب مختص، ساعتها بنحول عن الطبيب المختص، وما بنكون غلطانين بالحاله، عارفين انه هالحاله هاي بده هالاختصاصي، بينما المريض لما هو بده يفتش ممكن كثير يضيع بين ايدين العالم ليكون لقى الاختصاص اللازم، بكون بجوز راح الوقت. بلبنان ما عندنا بعد هالمفهوم هذا، بلبنان ضاع المفهوم الطب العائلي، راح قيمتها للاخر، ماني عارف ليه، مع انه في كثير ناس جايين من برا وصار في ناس كثير اذا بدك صار عندهم فكره وعلم بالموضوع، بس بعد في هالعاده انه انا موجوع راسي بروح عند الجراح الدماغي اللي بيفتح لي راسي وبشوف لي عندي وجع، ولا طبعا مثلا عم بزيدها شوي بس عم بعطي فكره. اذا واحد عنده مثلا دوخه عن مين بدك تروح؟ عند الطبيب القلب بيعمل دوخه، عند طبيب الاعصاب بيعمل دوخه، عند النفسي بيعمل دوخه، اذا عندنا مشكله بالمعده لعي ودوخه، يعني لمين بده يروح الواحد؟ عند طبيب في الطبيب العائلي بيقدر يعني ياخذ هالمعلومات، بلس انه الملف طويل عريض كله موجود، صار عارفين انه مثلا عنده هالاشياء هالسوابق، في اذا بدك فاميلي هيستوري اللي هو تاريخ عائلي بموضوع معين عم تتكرر بين اجيال واجيال، ممكن هالطبيب العائلي يساعد ساعتها اذا اضطر ويبعد عن واحد اختصاصي فرعي، بيكون هالمعلومات هاي بكتبها بورقه مرتبه بيمضي عليها وبيعطيها للمريض. الطبيب اللي بده يستلم هالورقه هاي بيكون كمان اجى معلومات كثير دقيقه، يعني حاله مشخصه قبل ما توصل، فبيقدر دغري ياخذ قرار، ولا هيك بدها نظر مضبوط، اوكي ما بيضيع وقته يعمل كل الفصاله الجديد والى اخره. طب دكتور، عم بتلاقي بلبنان او بالعالم العربي ككل انه في مساعي لتفعيل دور طب الاسره؟ هل الموضوع عم بينيل حيز من اهتمام الدوله كوزاره صحه في لبنان او برا؟ بلبنان بلبنان بلبنان
طبعا قلنا نحن الطب العائلي في لبنان بلش في 1959، يعني منه اختصاص جديد نوعا ما، يعني اذا قلنا 80 ل 13 مرقوا شيء تقريبا فوق ال 20 30 سنه، يعني المفروض هالشيء تكون واضحه حتى بمجال الدوله. هلا الحريري الله يرحمه كان في فتره بلش يفتح شو بيقولوا ديسبانسير او بولي كلينكس، وللان موجود. يعني كان فكره البولي كلينكس كان انه يكون طبيب العائله هو مستلم ويعمل، يعني الفكره كانت موجوده باثناء وقته وعمل الشيء، بس طبعا لما توفى في كثير من يعني من الافكار اللي كان هو حاططها، وطبعا كل الكمبيوترات كله على يعني ورق ما في على الطاوله، كله على الكمبيوتر، كثير منها خف ودخلت كانه شوي امور اخرى سياسيا او غيرها وضعفت الفكره، واليوم صارت يعني جانا على المستوصفات الصغيره اللي هي ما اعطت بشكل قوي فكرة الطب العائلي وقديش بيقدر يساعد وقديش بيقدر يخفف من تكاليف من جيبة المريض ومن جيبة الدولة. لما تصير في كمان الدولة تدفع، إن كان واحد مضمون، كان واحد بالوزارة، إن كان واحد بالجيش، إن كان واحد بالقوى الأمن، إن كان واحد بالقانونية، أو إن كان واحد عنده كارت أسيرانس. طيب لشو واحد يعمل 60,000 تيست لما يكون تيست واحد هو بيكفي للتشخيص، وأنا عارف إنه هذا بيكفي للتشخيص. طبيب العائلي بيقدر يشخص اشياء وبيقدر يعرف اذا كان شغله ضمن اطار هيني بنخلصها وبكون داندين بقوله شغله خالصه ومعموله، او اذا كانت مستعصيه بنلاقي اشياء كثير صعبه وبشعه شوي بيضطر الواحد. انا ساعتها بقول مجبور باخذ تليفون بحكي مع المستشفى بقول له بدنا نعمل بدنا طقم اطباء بدنا هذا وهذا وهذا والاشعه ومتشوه المعده والراس والى اخره مجال مستشفى لا يقدر يصير فيه تشخيص مزبوط لانه معقده وبنعرف ليش معقده، عرفت كيف؟ ساعتها بيكون الامور الحلوه اذا بدنا نحطها بالاطار اللي بتضطر انه بيجي التعزيز لها لانه في هالتيم ورك هالطقم الاطباء هذه اللي بتجتمع وبجرب انه تحل هالموضوع اللي هي منها هيني منها هيك دغري بيطلع لنا النتيجه. وبعد ما يصير في كل هالاخضاع للفحوصات المتخصصه مع السي تي سكانر والام ار اي وفي اكثر من هيك لهم في 3 ديمنشنال وفي الى اخره، ساعتها بيكون التشخيص مضبوطه وبنقدر نساعد حياه الانسان. ما تنسي عامل وقت مهم جدا، اكيد اذا ضيع وقته المريض هو عم بفتش على الباب المضبوط ليقدر يلاقي، إذا مرق أكثر من فترة معي يعني ممكن ما تزبط بتكون بحالة بتصير بحالة تانية. إيه يعني مثلا العصب إذا انخزق إذا تبزق ما بيقدر ينطر الواحد كثير، بده دغري يلاقي التشخيص له. وغيرها الزايدة ما في واحد ينطر ثلاث أيام ماكسيموم 24 ساعة لتكون محلول القصة ولا تنفجر. أكيد في أمور يعني عامل وقت مهم جدا، طبيب العائلة بيكون واعي للأشياء هاي وبيقدر يسعى لحتى يعجل الاشياء. فمشان هيك فكره البولي كلينيك بالاول والتوجيه المريض الى المتخصص اذا لزم الامر بحالات ال 10% اللي حكينا فيها بتساعد كثير، مش بس الشخص اللي هو عم يعاني وعائلته ولكن كمجتمع كله كدوله بالزيت. كدوله كمصاري نحن حاطين كوته مصاري، هالمصاري هاي هل بنستعملها مضبوط للاشياء الضروريه او عم بتروح بمعزقه بنسميها هيك هدر. هدر مش عم نحكي نحن ما عندي غير معنى، عندي معنى هدر بالميادين الطبية بالطب. فينا نخلي هالفحص هذا لو واحد تاني بيحتاج